أن هذه الزيارة في الحقيقة هي التي حافظت على دين النار. هاي زيارة الحسين هي التي أمسكت بإيمانهم ودينهم. زيارة الحسين سلام الله عليه في الحقيقة مندوبة بشكل عام عند جميع المسلمين وعند جميع غير المسلمين. يعني إذا واحد مات ابنه يهودي نصراني مجوسي ما يؤمن بالله ما يروح يزور قبره، ما يروح على قبره، ما يتذكر يروح. في الإسلام مندوب زيارة القبور لا شك في ذلك. فكلما كان صاحب القبر أعلى مرتبة عند الله كانت الزيارة مستحبة أكثر، مثل زيارة النبي: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن يزور النبي حيا أو ميتا لا فرق في ذلك. وبالإضافة إلى أن هذه الزيارة في الحقيقة هي التي حافظت على دين الناس. صورت 33 عام من منع الدين وكتب الدين، حتى كتب الأدعية في العراق، لمجرد ما سقط الطاغوت رجعت الناس، يعني تبين دينهم، التزامهم. كتب ما كانت عندهم، بس كانت عندهم زيارة، بس كانت عندهم زيارة، بس كانت عندهم زيارة. هاي زيارة الحسين هي التي أمسكت بإيمانهم ودينهم.